متابعينا الاعزاء على بركه الله وتوفيقه ينطلق شوطنا الثاني عشر بداد اشواط هذا اليوم وبانطلاقه ومسار مسافه 6 كيلومترات وانطلاقه سن الثنايا وانطلاقه فئه الابكار بهذا التواصل الجميل وبهذه المسيره المميزه. نستجول معكم هذه الشعارات المنطلقه المتواجده على ارضيه هذا الميدان والمنطلقه والباحثه عن كلمه الناموس. الله، اسماء كبيره واجدت في الموسم الماضي وتواجدت في سباقاتنا الاولى في سباقنا المحلي الاول وانطلقت في سباقنا المحلي الثاني وهذه تتواجد بانطلاقتها المميزه في هذا السباق المحلي الثالث. مشاهدينا متابعينا الاعزاء ننطلق معكم بنداء الخمسه المراكز الاولى وتواجد الصداره اول المراكز. هنالك الانطلاق من الجزيره سالم بن راشد بن ناصر الزداني المري مع المقدمه والصداره. ثاني المراكز شعار بن عماره مع العنود حمد بن طالب بن عماره المري والنقله الى المركز الثالث. هنالك التواجد من شعار بن عبده وانطلاقه التزام او افعال صالح بن عبد الله بن محمد العبد المري بهذه الانطلاقه الجميله. المركز الرابع من الجانب الايمن هنالك انطلاقه الاسماء ومشاركه الشعارات تتواجد شانيا. ناصر بن حمد بن حمد الزرعي ينطلق شعاره بهذه اللحظات خامس المراكز النقله الى المركز الخامس. التواجد والانطلاق بهذه اللحظات من الجافل مطر بن علي بن سعيد الاكتبي. هذه الاسماء الخمسه الاولى والمنطلقه والباحثه عن كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي يبحث من أجلها ويطمح من نيلها جميع الأخوان المشاركين والمتواجدين على أرضية هذا الميدان. نعود إلى أول المراكز لنرى الأسطورة الجزيرة، الجزيرة والاسم الكبير الذي يرافق هذه المشاركة المتواجدة على الصدارة. تعود ملكية الجزيرة لسالم بن راشد بن ناصر الزبداني المري مع أول المراكز ومع المقدمة والانطلاق الأول، لتأتي على المركز الثاني العنود. العنود عنود الصيد تود أن تصطاد أول المراكز بانطلاقتها المميزة بشعار حمد بن طالب بن عمارة المري والنقلة إلى المركز الثالث. هنالك التواجد من الشهنية من تحلق مع ثالث المراكز وتنطلق بشعار ناصر بن حمد بن حميد الزرعي من يقدم لنا الشهنية مع المرتبة الثالثة. وهذه ثلاثة المراكز الأولى التي بدأت تنفرد عن بقية الأسماء بانطلاقة الأولى ومقدمة هذا الشوط. المركز الرابع أتابع تواجد رابع المراكز والانطلاقة الجميلة من أفعال من تود أن تفعل الكثير والكثير لتنالي أفعال أول المراكز بانطلاقتها. صالح بن عبد الله بن محمد المري يقدم لنا هذه الانطلاقة المميزة بأيضا تواجد شعار بن عبد. المركز الخامس هنالك الانطلاق من قبل خامس المراكز والتواجد من الجافل. الجافل تواصل هذا الانطلاق لمطر بن علي بن سعيد الاكتبي ضيف قادم من هنالك دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة الأخوية على أرضية ميدان التحدي بتواجده في أرضية ميدان الشحانية. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء نعود بحضراتكم لموافاتكم بهذا النداء الثالث مع انقضاء 3 كيلومترات أو باقي على انتصاف المسافة. باقي هنالك أمتار أخلة لانتصاف المسافة ولمسيرة هذه الانطلاقة المميزة. هذه الجزيرة تنطلق على الصدارة بمقدمة هذا الشوط، تقدم لنا هذه العروض الجميلة، تقدم لنا هذه المسيرة المميزة. الجزيرة مع أول المراكز مع أول المنطلقات مع أيضا انتصاف المسافة. انقضت 3 كيلومترات وتبقت 3 كيلومترات مثلها ولكن ليست مثلها بالمسار. هنالك انطلاقات منافسات
حتى تزايد في السرعة في انطلاقة الجزيرة مع أول المراكز ومع المقدمة. سالم بن راشد بن ناصر الزبداري المري يقدم لنا الجزيرة، يقدم لنا هذا الانطلاق المميز بهذا التقدم الجميل. ولكن العنود تتواجد على المركز الثاني، تنطلق شعر حمد بن طالب بن عمارة المري ثالث المراكز. التواجد دائما الشانية ناصر بن حمد بن حميد السرعي يقدم لنا الشانية مع المركز الثالث. هذه السلالة العريقة التي يعرفها جميع الملاك والمشاركين، سلالة شاهين تتواجد بهذه الانطلاقة مع الشانية ومع انطلاقتها المميزة مع المركز الثالث. المركز الرابع ما زالت أفعال تواصل هذا الانطلاق مع المرتبة الثالثة متمسكة بهذا المركز بانطلاقتها الجميلة. صالح بن عبد الله بن محمد بن عبده المري ينطلق بهذه اللحظات مع المركز الرابع، وتابع النداء إلى خامس المراكز لتواجد سدوة من انطلقت بأول نداء. حمد بن ناصر الفهد النعيم يقدم لنا سدوة، وارحب بالشعارات الكبيرة المنطلقة خلف الخمسة المراكز الأولى. ترقبوا قدوم هذه الأسماء، ترقبوا تواجدها بتشكيل المنافسة والانطلاقات الجميلة. نترقب سويا هذه الانطلاقات الجميلة وهذه المنافسة المبكرة الدائرة ما بين الجزيرة وما بين انطلاقة العنود المركزين. وهنالك الصدارة الجزيرة تتواجد على أول المراكز، الجزيرة على المقدمة. سالم بن راشد بن ناصر الزبداني المري يقدم لنا هذا الانطلاق بتقدم الجزيرة مع أول المراكز وبتواجدها بسيطرة تامة على مجريات هذا الشوط. المركز الثاني العنود حمد بن طالب بن عمارة المري يتواجد بتقديم هذه البطلة المشاركة والمتواجدة مع المركز الثاني. بن عمارة يود أن يذهب بالسلام إلى أبناء الريان بانطلاقة العنود مع المرتبة الثانية. ثالث المراكز هنالك حشمة خليفة بن علي بن خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية مع المركز الثالث. رابع المراكز تواجد تكليف مرحان بن راشد بن حبيبة المري. والمركز الخامس من الجانب الأيمن تقدم ووصول من قبل الطامة مشعل بن فهد بن عمير الشهواني بانطلاقته في أول نداء. إذا المركز الثالث والرابع والخامس أول نداء ووصول بهذه الانطلاقة. وأيضا ترقب قدوم الأسماء الكبيرة والمتواجدة، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المنافسة، نعود إلى القوة مع افتتاحية الكيلومتر الأخير، الكيلومتر المثير مع انطلاقة أول المراكز. بدأت الأمور تتغير تدريجيا، انطلقت العنود مع المركز الأول، تواصلت بانطلاقتها إلى الصدارة وإلى أول المراكز. حمد بن طالب بن عمارة المري يقدم لنا العنود بانطلاقة أول المراكز لتسود وتنطلق مع الصدارة ومع المقدمة بشعار بن عمارة بانطلاقة أول المراكز. الجزيرة على المركز الثاني، تواجد شعار الجزيرة على ثاني المراكز. سالم بن راشد الزبداني المري وشعار الشيبة بن حبيبة ما ينطلق مع المركز الثاني الثالث بانطلاقة بقيادة هذه الانطلاقة الجميلة. الأسماء الكبيرة التي بدأت تندفع بهذه اللحظات، الشاب الغدير حمد أو ملحان بن حبيبة المري يقدم لنا هذا الشعار. ولكن يا سلام وصلت التزام محمد بن راشد بن محمد بن انديلة المري، التزام قادمة والأسماء الكبيرة قادمة. ولكن عود إلى بن عمارة وشعاره مع العنود مع المركز الأول، العنود مع المقدمة والصدارة. غيرت التزام لتلتزم بهذا المركز المتقدم، التزام وانطلاق ذاتي بدون أي تعليمات، التزام لمحمد بن راشد بن محمد بن محسن بن انديلة. ولكن الخطورة من تكليف كلفت بهذا الانطلاق من قبل مرحان بن راشد بن حبيبة المري، التزام تكليف تكليف. ولكن اللحظات الأخيرة مشاهدينا الكرام كان دخول جماعي ما بين التزام وما بين تكليف، شعار بن انديلة وشعار بن حبيبة. المركز الثالث كان الوصول من قبل ثالث المراكز نوف لمهدي بن فهيد بن مسفر العرجاني أبناء النعيرية المركز.
الرابع كان الوصول من قبل عنود لحمد بن طالب بن عمارة المري المركز الخامس، كان التواجد من قبل جزيرة من كانت قائدة لمجريات هذا الشوط سالم بن راشد بن ناصر الزبداني المري. نهنيه على حصول جزيرة على المركز الخامس. مشاهدينا متابعين الأعزاء متابعين هذه الرياضة وهذه المنافسة الجميلة، شاهدنا هذا الانطلاق المميز وشاهدنا تكليف من حصلت على المركز الأول. تكليف توقيتها الزمن 9 دقائق 38 و64 جزء من الثانية. نهني ملحان بن راشد بن حبيبة على فوز تكليف في المركز الأول ثاني المراكز، كان الوصول من قبل التزام. توقيتها الزمني 9 دقائق 38 و66 جزء من الثانية، هذا هو توقيت التزام من حصلت على المركز الثاني. نهني محمد بن راشد بن ديلة المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل النوف 9 دقائق 41 ثانية 46 جزء من الثانية. الثالث تبريكات لمهدي بن فهيد بن خويران العرجاني على فوز نوف.